أهلا بكم مشاهدي صدى البلد في كل مكان، معكم أنغام الجنايني من قلب محافظة سوهاج، بالتحديد من قرية الحريدية بمركز المراغة شمال المحافظة. النهاردة هنرصد ليكم معاناة أسرة كاملة، أسرة مكونة من 5 أشخاص، أب وأم وثلاثة أطفال، بيعانوا ليهم سنتين كاملين من البيت المهدد بالسقوط فوق رؤوسهم في أي لحظة، مهددين بالموت لا قدر الله أسفل أنقاض هذا المنزل. معنا أم الأطفال الثلاثة، تعرفنا بنفسك. سامية محمد عبد الرازق. كلمينا عن معاناتك، ليكي سنتين بتقولي بتتواصلي مع المسؤولين في محافظة سوهاج علشان بناء هذا المنزل. احنا بقالنا سنتين زي كده بنقدم في الجمعيات وبنقدم في البتاع، وكل ما يقول لا عقد لا ولسه اصبر من ما تيجي بالاسم، يقول ما بتديش بتاع ده بالاسم ولحد ما يدي اسمه، واحنا في اول التقديمات مقدمين اول الناس يعتبر وما فيش اي رد. انت بتقولي ان انت حاله مستحقه وبيتصرف لك 400 جنيه في الشهر، بيتصرف لك المعاش بتاعنا كفى وكرامه. ايوه يعني حاله مستحقه واوراقك كلها مستوفيه. ايوه بيبرروا لك التاخير بايه؟ مش كل ما تساليهم لسه من ما يرد علينا، لسه من ما يرد علينا، ما فيش اي رد جاي. طب كلميني عن البيت، هو البيت حالته ايه يا مصر؟ هو البيت بصراحه يعني البيت عامل خالص، يعني يدخل في الاوضه. هي الغرفه دي اللي مهدده البيت بالكامل مش كده؟ ايوه، وادينا زي ما شايفه حاطين الهدوم في الكراتين وبتاع نظام، وما قدرناش على التنفيذ على النظام. استاذنك نصور بس معانا هنا، زي ما حضراتكم شايفين الغرفه مهدده بالانهيار في اي لحظه. الغرفه مهدده بالانهيار في اي لحظه زي ما حضراتكم شايفين سقف الغرفة مسندينه على عروق خشبية. امتى حصلت التصدعات اللي احنا شايفينها هنا والانهدام الجزئي كده للسقف؟ هي مره واحده كنا في الليل كده بعملهم العيال وروح ولقينا حاجه بتطقطق مره واحده، رحنا لقينا راح ينزل السقف، راح فدب عروق وراح مسنده بحيث ان لحد ما نشوفه هنعمل ايه فيه. لكن الى الان مفيش اي رد، مفيش اي رد خالص، واحنا بنخاف حتى ندخل فيها برضك، ما ولا العيال ولا انا ما رايحين لمها خالص. حتى الحيطان برضك نفس النظام. انا بناشد محافظه سوهاج، بناشد الرئيس السيسي، انا حياتي اولادي مهدده بالخطر في اي لحظه. انت اولادك اكبرهم عمرا عنده كم سنه؟ 9 سنين. والاصغر؟ 7 سنين. 3 أولاد؟ والأصغر خالص 4 سنين. أنت عندك كم سنة؟ أنا عندي 26 سنة. بتشتغلي؟ لا. طب كلمينا عن زوج حضرتك، حالته المادية، البيت ده ملكه مش كده؟ بالوراثة. أي ورث أبوه يعني. طيب بيشتغل إيه؟ بيشتغل باليومية، ويومية فيه 10 آلاف. عرفنا بنفسك. رافع اسماعيل محمد. بتشتغل ايه؟ عامل. طب كلمنا عن معاناتك. والله حضرتك انت شايفه الواقع قدامك، الوضع وقعت علينا والبيت هاي للسقوط، وانا عامل يوميتي 80 جنيه وبشتغل يوم و5 لا، ومعايا 3 اطفال وامهم.
قدمت مرتين في حياة كريمة. إن حد يدي يسأل فينا في البيت ما فيش. حتى جمعية الهرمان دو عاين وبرضه ما حد يسأل فيا لغاية الآن. بيكون في رد عليك ان مثلا الحاله غير مستوفيه للشروط او اي شيء؟ لا ما فيش اي رد علي، وانا لا معاه معاش ولا ارض زراعيه ولا اي حاجه. انت شايفه بحضرتك ان البيت واقع عن الطريق بره متر و80 سنتي، يعني حتى الصرف منها هيدخل عند الشارع هنا انا هدفن اكتر. بتناشد بايه؟ بتطالب بايه؟ انا بطالب السيد المحافظ انه يبعت لي حد يشوف لي حل، يعين البيت ويشوف لي حل في المشوار ده. هو هنشت الرئيس السيسي، يعني انا هنشت مين؟ اللهم الكبار اللي هم المسؤولين عننا.